اللوكيميا احد انواع السرطان الذي يتكون في الانسجه المسؤوله عن انتاج خلايا الدم انتشر في اليمن وبات مصابوه يكابدون معاناه الالم في وقت لا تكاد تتوفر فيه ادنى صنوف في الرعايه الصحيه في البلاد بل ان النظام الصحي منهار بشكل شبه كلي بحسب تقديرات منظمه الصحه العالميه لتتفاقم بذلك معاناه المرضى واصبح الكثير منهم على حافه الموت هناك صعوبه في قيمه العلاجات في الدم حيث البنوك الحكوميه حق الدم ما يعطوناش دم ولا صفائح الموظفين يتم بيعها بيع بطريقه غير قانونيه مركز علاج اللوكيميا بصنعاء يعاني من ضغط هائل يتخطى حجم قدراته وامكانياته كونه المركز الوحيد المتخصص في اليمن ولا يستطيع استقبال الاعداد الكبيره من المرضى القادمين من مختلف المحافظات والتي تفوق السعة والإمدادات الطبية المتوفرة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وعدم توفر اللوازم الأساسية للمرضى معانا مرض هذا تعب خطير ها؟ مع العلاجات كل شيء من خارج والدم السفاح من تلوين المرض هذا قد خبيث وتعب أما الوجه الآخر لمعاناة مرضى اللوكيميا فتتمثل في عجز المواطن عن دفع تكاليف الفحص التي تصل الى مبالغ باهظه تجبر البسطاء على البقاء في منازلهم بعد ان تقطعت بهم السبل وضاقت بهم ظروف العيش وقله الحيله مع تجاهل الجهات المعنيه في وزاره الصحه والقيام بدورها في توفير المراكز الطبيه لاستقبال المرضى وكذا توفير الادويه المنقذه للحياه والتي يؤدي عدم وجودها الى وفاه بعض المرضى فهذا الأمراض محتاجين للفحوصات محتاجين للعلاجات طبعا فحص الفيروسات لحساب الأهل ما بش داخل هنا ما بش بالكويت ولا الكويت ما يقصر بس مش موجود هنا ضروري نعمله خارج خاصة فحص السي أر بي هذا المكلف 45 ألف والله ان احنا حسابنا. وأعلنت وزارة الصحة العامة والسكان أن عدد مرضى السرطان بلغ 71 ألف حالة إصابة في اليمن. مشيرة أن هناك ألاف حالة من مرضى السرطان تضاف سنوياً، وما نسبته 15% بين الأطفال و12 حالة وفاة في ظل معاناة مستمرة بلغت ذروتها في زمن الحرب.